مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة بيننا نستضيف رجلا مميزا ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا. رحبوا معي بأستاذ علي خنوس، صاحب ومؤسس عقال الهيبة لتجارة الملابس الجاهزة. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ أهلا علي. وسهلا، يا مرحبا فيك. في البداية حاب نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية في دولة الإمارات، وكيف جت لك فكرة تأسيس عقال الهيبة لتجارة الملابس الجاهزة؟ اللي هي جت فكرة من سوريا، يعني أنا شغال بهالمنتجات بسوريا، عندي مصنع بسوريا لتفصيل العقال وتفصيل البشوت، يعني خاصة للمنتجات الخليجية الإماراتية. فجت الفكرة أنه أطلع وسع منشأتي بالإمارات، فبلشت هلأ بالموضوع محلات، يعني عندي محل بالوافي مول ومحل بالجميرة حاليا تقريبا، وعم بوسع يعني بباقي الإمارات يعني شوي شوي. تقريبا من 2014 يعني جيت بلشت بالوافي مول، و2018 فتحت فرع الجميرة إن شاء الله، في مستقبلا باقي الإمارات الشارقة أبو ظبي العين بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله، بس حسب الزباين، يعني هي اللي عم يجون من العين من أبو ظبي، يعني أماكن بعيدة، فعم يطلبوا إنه أفتح فروع هناك إن شاء الله. تمام إن شاء بإذن الله، الله بتتوسع وبتكبر إن بإذن شاء الله، الله، الله بتوصل يسلمك، 7 مرات بإذن الله الله. يبارك فيك. أستاذ علي، حابين نعرف أكثر شو المنتجات وشو الأشياء اللي أنت عم بتوفرها في السوق. هلا أنا عم بوفر بالسوق منتجات اللباس الخليجي الكامل للمواطن إماراتي أو الخليجي، بس أنا بختص أكثر شيء بالعقال، تفصيل العقال حصرا، وليس انه التجاري بيشتغل فيه حصرا تفصيل، والبشوت تبعت المناسبات الاعراس والحفلات، يعني الامور بعد كمان تفصيل، موجود جاهز موجود تفصيل حسب المطلوب. يعني حابين نعرف المواد المستخدمة. هلا بالعقال هو المواد المستخدمة الصوف، حصرا صوف، انا بشتغل بالنوع الصوف اللي هو من وبر الخروف او وبر المعز، هذا الحد الاصلي. جميل. في الاصناف الثانيه المخلوط اللي بيجي حرير بيجي، يعني في اصناف كثير، بس انا ما بشتغل غير بالصوف لانه بيعطي وزن وبيعطي ثبات للعقال، فالمواطن بيهتم بهالموضوع، اكيد ما يكون اكيد، في وزن زياده، ما مثلا بيطلع من راسه ويزحط. يعني بالاضافه للبشوت كمان نفس القصه، الوبر النجفي هو الاصلي اللي من خيط الوبر الجمل، والاصناف الثانيه السويسري اللي نجت عم مواكب العصر مثل ما بيقولوا. يعني في تمام، تنوع ما شاء الله في في انواع كثير. الموارد تمام تمام وجوده وايضا اسعار طيبه. اكيد تمام اكيد. ايه جميل يعني انا جدا. بتميز بالاسعار، اني انا تقريبا بعطي باسعار المصنع جميل جميل، للمواطنين مشان يعني تشتغل وتكبر. نشتغل نكبر صحيح بهالموضوع صحيح ان شاء صحيح الله. صحيح. استاذ علي، حابين نعرف سر التميز والنجاح، وما شاء الله بنيت اسم كبير وفتحت ما شاء الله فرع ثاني خلال سنوات قليله، حابين نعرف التميز الحمد والنجاح. لله نحن تميزنا بنوع العقال او نوع الشغل اللي نحن ميزين فيه بدبي، يعني بالجوده حتى بالسعر، يعني حتى بالمصداقيه مع الناس بالتعاون والسرعه. وتميزنا موضوع العقال هو المعطر، يعني انا بعطر العقال ما شاء الله. بريحه حسب اللي يعني كان حسب العميل اللي هو شو بيطلب، الدهن العود التسك الليزر، بحيث انه اذا طلع شيء مناسبه يعني تطلع ريحه العطر من العقال. جميل جدا. استاذ علي، حابين نعرف النظرة المستقبلية لك بعد 3 سنوات من الآن. ان شاء الله انا يعني هلا عم جهز امور ثانيه لاشتغل فيها بباقي الامارات وحتى برا الامارات، يعني عم ينطلب مني بالسعوديه افتح فرع بقطر بالكويت، يعني بتعرف انه الزباين هون، أكيد أكيد، السمعة الطيبة فالسمعه، والشغل وفي صحيح صحيح. ففي عندك ناس بتجيب ناس الحمد على لله موضوع السمعه. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله، أكيد، بتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله، وتوصل الله لدول يسلمك، الخليج الله كلها بإذن يسلمك الله ان مش شاء بس الله السعودية. ان شاء الله. أستاذ علي، إحنا عايشين في بلد الأمن والأمان دولة الإمارات العربية المتحدة، شيوخ دولة الإمارات ما قصروا، دعموا المستثمرين الحمد لله ووفروا لهم البيئة الخصبة، الحمد لله. حابين نسمع رسالة شكر لشيوخ الدولة. احنا بنشكر دولة الامارات اللي هي نعتبر دولتنا الثانيه، يعني أكيد بعد الدوله الام، يعني مثل ما يقولوا، بنشكر حكام الامارات بجميع على التقديمات والتسهيلات اللي عم يقدموا لنا اياها، أكيد بحيث نتطور وننشئ بشكل اكبر من أكيد موضوع أكيد اللي أكيد. نشتغل فيه. شكرا لرسالتك الجميلة، يا وأكيد مرحبا، نتمنى دوم نعمة الأمن والأمان، والله يطول في أعمار شيوخ الدولة. الله يبارك فيك. قبل ما أختم البرنامج، حابب أعرف الموقع الجغرافي لعقال الهيبة. احنا موجودين حاليا بوافي مول الفرع الرئيسي، بوافي مول الفرع الجميرة تقريبا هو خدمي للفرع الرئيسي، يعني مشان الناس اللي ساكن بهذيك المنطقة عم تخدم المنطقة، بس حاليا وافي مول هو الرئيسي والتفصيل والأمور كاملة. مشاهدي الكرام، ارقام التواصل والموقع الجغرافي اسفل الشاشه. استاذ علي، شكرا كثير يا مرحبا، لاستضافتك هنا، شرفتنا، اهلا ونتمنى لك وسهلا، التوفيق والنجاح. اهلا فيكم، مرحبا. مشاهدي الكرام، والى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.